تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، صباح الخير وصباح السعادة وصباح التفاؤل، ونتمنى إن شاء الله يومكم مستمعين الأعزاء أن يكون مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أرحب بفريق العمل معاي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وأول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان مادة غذائية تمنع نشوء الخلايا السرطانية وأيضا تؤخر الشيخوخة ومكافحة الأمراض الخطيرة. فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات أختنا الزميلة أسماء الجناحي. واليوم في فقرة أنماط الحياة عندنا موضوع تحت عنوان تهيئة الطفل للصيام والدراسة، وبيكون ضيفي اليوم الدكتور وليد الفيصل استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معه عن القيمة الصحية التي تعود على الطفل من الصيام، وأيضا بنتكلم عن كيف يتم تحقيق التوازن الصحي لدى الأطفال فيما يخص الصيام والدراسة معا. أما فقرتنا الأخيرة وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان المرأة الحامل والاستعداد للصيام، واليوم أيضا بتكون معايا ضيفة الدكتورة ذكاء أحمد المحمول استشاري نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، وبنتطرق حول موضوع الصيام ويعني للصيام ضروراته والحمل أيضا ضروراته وكيف يتحقق التوازن بشكل عام في هذا الموضوع. فنتمنى مستمعين الأعزاء نرحب دائما بتواصلكم معنا وللحديث والمشاركة في هاي المواضيع مع ضيوفي على الأرقام 600-551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا مستمعينا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتي الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والسعادة، واليوم طبعا يوم الخميس أختي أسماء. الخميس الونيس السعيد. لكن نصيحة نعطيها نحن كل خميس إنه لا تخلوا ناسة الويك أند أو عطلة نهاية الأسبوع تكون من دون الإجراءات الاحترازية. يعني خلنا نحن شوي نتعود على الإجراءات الاحترازية وناخذها بشكل مستمر، يعني في النهاية هو أأمن، يعني واحد يحس إنه مرتاح بأمان. خلاص أختي أسماء تعايشنا نحن الحين، لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد. أنتي لازم متعايشين. نعم. أنا أحس جزء من صار من الديكوريشن والديزاين. نعم. ناخذ من قنوات التواصل الاجتماعي، أمس كانت مجموعة من التغريدات اللي كانت من حساب الرسمي اللي يسموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. التغريدات كانت تقول التالي: عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم في موقع إكسبو 2020 دبي، ووجهنا بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين. أيضا كان في تغريدة أخرى
فإنه رحب بالعالم في دبي ودولة الإمارات بحلول أكتوبر المقبل، نتطلع لتجربة فريدة خلال إكسبو 2020 دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت دبي وجهة مفضلة لأصحاب الأفكار الاستثنائية ومقرا عالميا للأحداث الكبرى. أيضا هناك تغريدة أخرى من حساب سموه: كما اعتمدنا استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي التي ترتكز على تنويع المصادر وتعزيز إنتاجنا المحلي والحد من الفقر والهدر وتعزيز السلامة الغذائية لضمان حياة أفضل للمواطن والمقيم في دبي. أيضا واعتمدنا استراتيجية خدمة الطب الطارئ في إمارة دبي، استراتيجية تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الجاهزية الدائمة والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية الطارئة، ويبقى الهدف الأساسي تقديم خدمات صحية للجميع بأفضل المعايير العالمية. التغريدة الأخيرة كانت في حساب سموه: واعتمدنا الخطة الشاملة للتنقل المرن في دبي التي ستخدم أكثر من 1.5 مليون ونصف نسمة من السكان على المدى القصير. هدفنا تطوير البنية التحتية متكاملة للمواصلات وجعل دبي من أكثر المدن العالمية الصديقة للبيئة ولأصحاب الهمم. كانت هذه مجموعة من التغريدات التي تم نشرها من خلال حساب صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من ضمنها يعني موضوعين أساسيين في القطاع الصحي وهي اللقاحات وأيضا استراتيجية الطب الطارئ في إمارة دبي. نحن تغريدة هاي كانت التغريدات الأساسية، ونحب أيضا نذكر الجميع بأهمية أخذ المواعيد الخاصة بتطعيم كوفيد 19 من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA App، وأيضا جميع خدماتنا هي أصلا تقدم من خلال المواعيد المسبقة. ودمتم بصحة وسعادة، نتمنى لكم خميس سعيد. دمتي بصحة وسعادة، شكرا لك أختي أسماء الجناحي. مستمعين الأعزاء، تهيئة الطفل للصيام والدراسة بيكون موضوعنا الثاني بعد الفاصل. بيكون معايا ضيفي الدكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. وموضوعنا اليوم تحت عنوان تهيئة الطفل للصيام والدراسة، ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يبدأ بعض أولياء الأمور في التفكير ومرات أيضا في التساؤل عما يمكن أن يساعدهم في تحفيز أطفالهم على اكتساب بعض المهارات وأيضا اكتساب بعض القيم والأخلاقيات خلال شهر رمضان المبارك، بأن كيف يتم يعني تهيئة الطفل بأن يكون صايم وأيضا يدرس دروسه خلال ساعات الدراسة. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مستمعينا وأهميته، أيضا يشرفني أن يكون معايا الدكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. دكتور وليد صباح الخير. صباح النور يا أهلا. الله يحييك دكتور، ومثل ما ذكرنا بأن الموضوع هذا قد يكون يعني مهم دكتور، وبالأخص خلال الفترة هاي وأيضا يعني مع اقتراب شهر رمضان الكريم، طبعا في بعض الأطفال يعني عندهم ساعات دراسية، وأيضا في نفس الوقت موضوع الصيام يعني جانب مهم جدا على أساس أن الطفل يتعود. فشو بتخبرنا دكتور عن بداية عن القيمة الصحية اللي ممكن تعود على الطفل من الصيام، وأيضا يعني لو نسمع منك في أي سنة بالتحديد يمكن تعويد الأطفال على الصيام المبكر في حياتهم؟ بالطبع شكرا على السؤال. يعني بالطبع الصيام فريضة دينية ويمكن أن يكون له فوائد اجتماعية كثيرة، نعم، مثل تنمية الصبر والتضحية والانتماء الاجتماعي وزيادة الوعي بالمعتقدات الروحية. صحيح.
ومن الناحية الصحية ووفقا لمنظمة الصحة العالمية هناك بينة توحي بأن الصيام آثار إيجابية على الصحة فمن خلال اتباع دلائل إرشادية خاصة، وأؤكد هون على دلائل إرشادية خاصة اللي يجب أن تتبع، ومن خلالها يمكن للشخص أن يكون قادر على فقدان الوزن وإنقاص ضغط الدم والكوليسترول، وعلى المدى الطويل يمكن أن تقود هذه الفوائد إلى الوقاية من أمراض القلب بنقص التروية. طبعا من جهة أخرى يجب أن ننتبه لأنه في بعض الدراسات بينت أنه نسبة 22% من الأطفال الصغار قد يعانون من انخفاض في سكر الدم، قد يصل في بعض الأمثلة إلى أقل من 40 ميلي جرام بالمئة ميلي لتر، وهي نسبة خطيرة. على الصعيد الصحي بالنسبة للأطفال يمكن أن نحدد إمكانية الصيام في ما يتعلق بعوامل تتعلق بسن الطفل وحالته الصحية والنفسية. بالنسبة للسن يعني بوجود الدراسات ووجود البينات العالمية لا ينصح بصيام الأطفال دون سن العاشرة حتى لا يؤثر الصوم على صحتهم بصورة عامة وعلى نموهم بصورة خاصة من ناحية زيادة الوزن وزيادة الطول بصورة طبيعية. أما من ناحية الأمراض اللي ممكن إحنا ننصح فيها بعدم صيام الأطفال فهي تتعلق بوجود فقر دم عند الطفل، الداء السكري الطفلي، الوزن المنخفض مع فقدان الشهية. طبعا دكتور أكيد بالنسبة لي ذكرت أنت يعني اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة المفروض أنه يعني ما يصوم إلا إذا يعني تم استشارة الطبيب، ويعني الصيام لا تشكل خطورة على صحة الطفل. وأكيد يعني داء السكري من الأمراض المزمنة اللي يصابون فيها الأطفال اللي هو السكري النوع الأول، لو تنصح دكتور في هذا الجانب شو الإجراءات اللي مفروض يتم يعني العمل عليها إذا كان الطفل يعني مصاب بالنوع الأول من السكري؟ يعني بصورة عامة يجب مراقبة الطفل وسكر الدم حتى يكون تحت السيطرة بشكل كامل. المسألة الأساسية أنه نضبط سكر الدم بالمعالجة بالتعامل اتباع إرشادات الطبيب المعالج بحيث يكون يعني دائما ضمن الحدود الطبيعية بصورة مستمرة. صحيح. دكتور كيف ممكن أن يتم يعني نحن تحدثنا في البداية بأن يعني يتزامن شهر رمضان المبارك خلال السنة هاي مع مرحلة الدراسة أيضا، وهذا طبعا يمكن الحال الطبيعي في هاي السنوات القادمة بتكون، فكيف ممكن يعني أن يتم تحقيق دكتور وليد التوازن الصحي لدى الطفل فيما يخص يعني أنه يكون صايم وفي نفس الوقت يكون يعني يدرس يعني دروسه بشكل يومي؟ يعني أعتقد أنه السؤال مهم جدا ومفيد، وممكن إحنا نحاول نجاوب عليه من خلال ثلاثة محاور. اللي هي بعض الأمور اللي يجب مراعاتها وما يتعلق بالنظام الغذائي وما يتعلق بالانتباه للطفل في حالة بدأ بالصوم. من ناحية بعض الأمور اللي يجب مراعاتها، يجب البدء عند الأطفال بعد سن العشر سنوات البدء بصورة تدريجية. على سبيل المثال صيام أول يوم من شهر رمضان وآخر يوم منه، على سبيل المثال الامتناع عن الطعام فقط في البداية والاستمرار، ممكن يأخذ سوائل يعني. أيوة بالضبط. أو تحديد ساعات الصوم خلال النهار، مثل أنه يكون الصوم بساعات محددة من 8 الصبح إلى 2 بعد الظهر مثلا، يعني كبداية بينشط بالتدريج الطفل وبيتعود على الصيام وجسمه بيتأقلم مع حالة الصوم بصورة أفضل. أيضا هناك نصائح تتعلق بالنظام الغذائي، يجب على الأهل اهتمام بالنظام الغذائي ليكون نظام غذائي متوازن ويؤمن بصورة أساسية للأطفال احتياجات الجسم من المعادن والفيتامينات بصورة أساسية. ولا ننسى أيضا أنه كمان يجب تأمين احتياجات الجسم
من السعرات الحرارية. كذلك من الناحية الأخرى يجب إنقاص كمية الملح اللي يتناولها الطفل والمواد الدسمة. أما من ناحية السوائل فيجب أن ننتبه إلى أنه لازم يتناول الطفل الكمية اللازمة من السوائل بشكل كافي، وأيضا أن تكون بصورة أساسية من الماء. وفي حال اخترنا أن يكون العصير عنصر من عناصر الغذاء فيكون من العصير الطبيعي وليس من العصائر الصناعية. النقطة الثالثة والجانب الثالث اللي هو مراقبة الطفل باستمرار. ففي حال الصيام يجب على الأهل الانتباه للطفل، فإن شعر بالتعب خلال الصيام أو لم يستطع تحمل الصوم يعني من الأفضل التوقف والإفطار فورا. نعم نعم دكتور، أيضا يعني من الأمور المهمة في الوقت الحالي إذا يعني نتكلم معك دكتور عن التعليم عن بعد. طبعا التعليم عن بعد يحتاج إلى يعني جهود خاصة الحقيقة، سواء من يعني الطفل يعني من حيث الجلوس أمام الحاسوب أو الجهاز اللوحي الذكي لساعات حسب يعني الساعات المعتمدة للدراسة. فكيف دكتور ممكن يعني يتم تشجيع الأطفال على أنهم يعني يأخذون الجانب هذا بأنها تكون دراسة وساعات دراسة ممتعة مع فصل أو مع عفوا يعني شهر الصيام؟ بالطبع احنا اضطرينا لهالحالة من التعليم عن بعد نتيجة الظروف الراهنة لانتشار وباء كوفيد 19. صحيح. وبالتالي اختار الكثير من الأهالي التعليم عن بعد، ويمكن في هالحالة يجب الانتباه للمسألة اللي ذكرتها عن الجلوس المديد يعني أمام الحاسوب أو جهاز اللوحي، بالإضافة لساعات الدراسة ساعات القضاء وقت الفراغ أيضا على الأجهزة الإلكترونية. وبالتالي يجب على الأهل الانتباه إلى مسألة ممارسة الرياضة أثناء الصيام والألعاب المفيدة التي تنمي الذكاء. ولكن في حال اختيار ممارسة الرياضة يجب الانتباه لبعض الأمور الأساسية. مسألة الوقت، فيجب تحديد مسألة وقت ممارسة الرياضة مثلا باليوم بالنهار من 30 إلى 60 دقيقة. بالنسبة لنوعية النشاطات الحركية يجب تجنب التمارين المجهدة والشاقة التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل وعدم قدرة الطفل على إكمال الصوم. يجب تناول الكمية الكافية من المياه، ويجب الحصول على القسط الكافي من النوم، واختيار التوازن الغذائي بالنسبة للنظام المتبع. كذلك الوقت المناسب، يعني إذا كان من المفيد أن ننصح بوقت مناسب لممارسة الرياضة خلال يوم الصوم، فيمكن أن يكون إما قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل. أيضا من الأشياء اللي ممكن أن تجعل الصوم ممتع فتح باب الحوار، يعني بدل أن نكون علاقة الأب علاقة أوامر وتنفيذ، يمكن أن نتجه إلى فتح باب المناقشة مع الطفل وأخذ رأيه بأمور معينة. صحيح. عمل أجندة معينة لأيام الصيام، قراءة القصص عن شهر رمضان مثلا، مشاهدة برامج مفيدة وممتعة عن شهر الصوم. يعني توجيه الطفل للمساعدة في الأعمال المنزلية من التنظيف وإعداد الطعام، وممكن أيضا تنظيم أسئلة خاصة عن شهر رمضان وطرحها في الجلسات العائلية المشتركة. جميل جدا دكتور. دكتور يمكن في آخر دقيقتين بس إذا في تعطي مستمعينا الأعزاء بعض النصائح أو للأسر اللي عندهم بعض الطلبة، بغض النظر يعني عن عمر الطالب ومرحلته الدراسية، كيف أنه ممكن يستفاد من مرحلة الدراسة مع شهر رمضان المبارك بشكل أفضل؟ بصورة سريعة يمكن أن نركز على مسألة عدم إجبار أو إكراه الطفل على فعل ما لا يريد، بل مناقشة ذلك معه بصورة ودية وتنمية العلاقة الأبوية.
صحيح. وكذلك محاولة جعل الصيام ممتع بممارسة الألعاب المفيدة والرياضة المتوازنة. والتواصل، يعني الموضوع المهم جدا التواصل مع المدرسة ومعرفة الدور الذي يمكن أن يقوم به أولياء الأمور في المنزل من أجل مرور الشهر بشكل صحي ومفيد. نعم. دكتور وليد الفيصل، استشاري الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك، وشكرا لوقتك الحقيقة والمعلومات الجميلة والمفيدة جدا عن تهيئة الطفل للصيام والدراسة. وشكرا دكتور على وقتك، ويعطيك ألف عافية، وكل عام أنت أيضا بخير، والله يعود إن شاء الله شهر الكريم علينا وعليك إن شاء الله بالخير والعافية. آمين، ينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، وشكرا لكم ولاهتمامكم. شكرا دكتور. مستمعينا الأعزاء، موضوع المرأة الحامل والاستعداد للصيام بيكون ضيفي أو الدكتورة ذكاء أحمد المحمول، استشاري نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، بيكون موضوعنا بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. وموضوعنا اليوم من ضمن أو خدمات هيئة الصحة بدبي موضوع المرأة الحامل والاستعداد للصيام. طبعا من المواضيع مستمعين الأعزاء المهمة في هاي الحلقة والمتعلقة أيضا بشهر رمضان المبارك هو موضوع استعداد المرأة الحامل للصيام. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مستمعينا معايا عبر الهاتف اليوم الدكتورة ذكاء أحمد المحمول، استشاري نساء وولادة في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ذكاء، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتورة. طبعا يعني أكيد بالنسبة للمرأة الحامل هناك بعض الإجراءات والاستعدادات لمرحلة الصوم، وأكيد هناك في يعني أمور مهمة لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار في موضوع يعني كيف يتم التحقيق والتوازن بشكل عام في الموضوعين. لو نتحدث في هذا الجانب دكتورة ذكاء. إن شاء الله. هلا بشكل عام الحمل هو حالة فيزيولوجية طبيعية وعادة لا تتعارض مع الصيام، لكن في حالات معينة ممكن تصير مشاكل صحية أثناء الحمل تمنع الصيام. بس بشكل عام الحامل اللي بتكون بصحة جيدة، ما عندها أي أمراض، ما عندها أي مشاكل، ممكن يمر عليها شهر رمضان من دون أي إشكالات. بس مهم كتير إنه نعود السوائل خلال بعد الإفطار لحد وقت السحور، ابتعاد عن العمل المجهد، أخذ قسط كافي من الراحة، اتباع حمية متوازنة. هالأشياء المهمة المفروض تتبعها الحامل إن شاء الله بيمرق رمضان من دون ما تواجه أي صعوبات. صحيح. ودكتورة نحن نسمع هالأيام إنه يعني في تخطيط للحمل، فكيف ممكن يكون يعني للمرأة أن تخطط يعني للحمل، وكيف أن يكون هذا التخطيط أيضا من دون أي مشاكل صحية محتملة ممكن أن تصاب المرأة خلال يعني أيام أو يعني شهر الصيام؟ تمام. هلا يمكن لو صار الحمل بداية الحمل مرقت بشهر رمضان، يمكن تواجه الحامل شوي صعوبة بسبب الإقياءات والنوزيا اللي بتصير عند الحامل بخلال بداية الحمل، وخاصة مع رمضان والصيام، فيمكن الحامل بداية الحمل تواجه صعوبة برمضان. بس غير هيك لما بتعدي الأشهر الثلاثة الأولى، بالأشهر الثلاثة المتوسطة بيبقى الموضوع أوكي. ممكن بشوية ترتيبات لساعات النوم، وجبات الإفطار والسحور نحرص عليها مع شوية سناك مثلا بالليل، ومثل ما حكينا تعويض السوائل الموضوع كتير مهم، الابتعاد عن الإجهاد، الشغل مثلا برا إذا كان الجو حار زي المهندسات ولا شيء الموضوع بصير صعب شوي. فهاي الأشياء اللي نحرص عليها أو نخطط لها للحامل خلال شهر رمضان. نعم.
طبعا دكتورة ذكاء، يعني هناك أيضا عندكم أنتو خدمات مميزة حقيقة، يعني في هيئة الصحة بدبي وفي مستشفى لطيفة بهيئة الصحة. الزيارات الدورية، لو نتحدث دكتورة عن الزيارات الدورية اللي يعني طبعا تقدمون من خلالها العديد من الخدمات الصحية والخدمات العلاجية والوقائية والتثقيفية للمرأة الحامل، حتى أن يتم يعني موضوع الحمل أو أشهر الحمل حمل صحي وسليم وأيضا خالي من أي مشاكل صحية ممكن أن يعني تمر فيها المرأة خلال أشهر الحمل. تمام. هلأ خلال الحمل المرأة الحامل، نحن إذا وجدنا عندها أي مشاكل صحية ترافقت مع الحمل زي السكري مثلا، ارتفاع الضغط، أي مشاكل تانية، فبتعتبر هاي ريسك وبصير زياراتها بالمشفى أكثر. هلأ في حالات معينة للحوامل نحن منفضل نحولهم على أخصائي تغذية قبل رمضان مشان يكون البلان واضح وعندهم ما يواجهوا أي صعوبات، زي المرضى اللي عندهم عمليات أصمعدة، فهدولي موضوع الصيام يمكن شوي لقوا فيه صعوبة لأن دايما بيعتمدوا على وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم، فهدول منفضل تشوفهم أخصائية التغذية وتحط لهم بلان واضحة قبل رمضان. كذلك مرضى السكري اللي بيصير عندهم سكري أثناء الحمل، احيانا بعض المرضى بيقدروا يضبطوا الموضوع بنفسهم، بس المرضى اللي بيعتمدوا على ادويه، على الانسولين، على الحبوب، فموضوع ترتيب الوجبات والادويه بيستدعي كمان استشاره اخصائيه التغذيه قبل رمضان. فهي الحالات بنفضل انه تكون اخصائيه التغذيه موجوده معنا بالاضافه لمتابعه الحمل لحتى ترتب الموضوع بشكل اوضح للمريضه وتكون الامور تمشي بسلاسه اكثر خلال الصيام. جميل دكتورة أنس، الحقيقة يعني دائما معجب ب يعني هاي البرامج الشمولية المتكاملة اللي تقدمونها أنتوا للمرأة الحامل، بحيث أنه يجب يعني بحيث أنه يؤخذ الموضوع من جميع الجوانب. أنا حتى أيضا دكتورة ذكاء سمعت أن الجانب النفسي أنتوا تأخذونه بعين الاعتبار في بعض مراحل الحمل، ممكن أن المرأة الحامل تمر في بعض يعني الظروف النفسية، وأكيد أنتوا يعني تم تحويل بالتنسيق معاكم أو مع الطبيبة للأخصائية النفسية بحيث أن تدعم المرأة الحامل إذا كان عندها بعض الاضطرابات النفسية. تماماً، نحن عندنا كمان سايكولوجيست موجودة معنا بمتابعة الحوامل، فالمريضة دايماً تحتاج سبورت، خاصة صحيح. المرضى اللي بيكون أول حمل عندهم أو هو حمل فيه صعوبات مثلاً توأم ولا شيء اللي هو يعني something unusual أو غير مألوف يعني، فهدول الحالات يحتاجوا سبورت شوي أكتر. هلأ ممكن طبيبة النساء لوحدها تقدم سبورت كافي مع الأهل مع الزوج أوكي، بس في بعض الحالات تستدعي سبورت أكتر شوي، ممكن نحولهم للسايكولوجيست الموجودة عنا أو نتابعهم بشكل أكتر شوي يعني، فهذا إن شاء الله موجود متوفر عنا. صحيح. طبعاً حالات بعد الولادة إذا في أي صعوبة، لأني معروف في بعض الحالات في عندهم موضوع اكتئاب بعد الولادة ولا هيك شيء، كمان عنا زيارات دورية للمرضى المنومين بالمشفى إذا بيستدعي تشوفهم أخصائي نفسي ولا شيء نحن منحولهم كمان. صحيح. وهي أيضا يعني من ضمن دكتورة ذكاء من ضمن استراتيجية هيئة الصحة بدبي بالعمل على يعني تقديم خدمات شمولية وخدمات تكون متكاملة للشخص المريض، بحيث أنه يتم يعني أخذ الموضوع من جميع الجوانب، ليس فقط الجانب العلاجي والدوائي، وإنما هناك أيضا جوانب أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، الجانب الاجتماعي مثل ما تفضلتي دكتورة، الجانب النفسي، فالمريض أكيد يحتاج يعني هذا النوع من الدعم، على أساس أن نحن دائما نقول يعني احتمال يكون هناك بعض الثغرات فيمكن الطبيب لا يعني ما ياخذها بعين الاعتبار، ولكن هناك بعض المتخصصين الاخرين. نعم تماما، نطلع على الاشياء المور سيريس يعني او ننتبه على الاشياء المرضيه اكثر او اللي تحتاج علاج، بس في جوانب ثانيه هي يمكن بالنسبه للطبيب اشياء ما كثير مهمه بس بالنسبه لحياه المريضه هي مهمه وتحتاج عنايه اكثر وحدا يركز معها اكثر. صحيح. فان شاء الله بنحاول جهدنا نكون يعني نلم بكل الجوانب. ما تقصرون يا دكتوره، يعني خدماتكم مميزه الحقيقه، ودائما يعني خدماتكم يعني تؤخذ يعني من جوانب مختلفه، وهذا هو يعني السياسه الحديثه بالنسبه لعلاج الشخص المصاب،
بأن يؤخذ يعني جميع الجوانب عين الاعتبار، ليس فقط يعني الدواء أو التشخيص، وإنما أيضا طبعاً الجوانب الأخرى اللي تكلمنا فيها. صحيح. دكتورة ذكاب، علما بأن يعني قصدي نحن نتكلم اليوم في موضوع يعني المرأة الحامل والتخطيط، ومقبلين على الشهر الكريم إن شاء الله، هل هناك دكتورة تغذية معينة مثلا على المرأة الحامل الالتزام بها، ولا أن يعني مثلا يفضل بأن تؤخذ بعين الاعتبار بعض الأغذية خلال الوجبات، سواء فترة يعني وجبة الإفطار أو الفطور أو السحور؟ تمام. ما في شيء معين، ما في مثلا وجبات معينة ننصح فيها الحامل، بس بشكل عام في نصائح أنه لازم تشرب سوائل، كمية سوائل منيحة بعد فترة الإفطار، يعني المنصوح فيه للحوامل 3 لتر باليوم، هاي الثلاثة لتر لازم هي تستهلكها بفترة بعد الإفطار، يمكن تكون على شكل مي، على شكل عصائر it's okay، بس لازم نبتعد عن العصائر المحلاة الصناعية، هي مش جيدة لأنها بترفع السكر بشكل مفاجئ بجسم الحامل، ونحن بنعرف الحامل الهرمونات اللي عندها بتخلي جسمها معرض أكتر للسكر الحملي، فنحن نعود سوائل أكتر شيء بالمي والعصير الطبيعي، نبتعد عن العصائر الصناعية أو المحلاة. شغلة تانية تكون نحن بنسميها حمية متوازنة، يعني ما نركز على شيء معين بالأكل، لازم يكون الأكل يشمل كل الأصناف، الفيتامينات، المعادن، البروتين، شوية دسم، شوية كربوهيدرات، ما نركز على جزء واحد معين. وبشكل عام نحن بنعرف رمضان الحلويات والمغريات، فأوكي ممكن نحن ناكل بس ما مو بكمية كبيرة، لأن المقالي مثلا زي السمبوسك زي الكنافة، هاي الأشياء كلها هتزيد السكر، هتخلي موضوع الاستقلاب بجسم الحامل يضطرب شوي مع الهرمونات، فبس تكون انه حمية متوازنة وصحية، هذا اللي ركز عليه. والله دكتورة وجبة السحور مهمة كمان، مشان تعطيها طاقة طول فترة اليوم، تكون عالية البروتين زي بيض، حليب، هالأشياء هاي كمان جيدة للحامل. صح دكتورة ذكاء، طبعا يعني إغراءات الـ 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 الأكل في شهر رمضان كثيرة، ولكن الواحد يعني يحاول انه يعني مثل ما ذكرتي يسوي كنترول ويسوي توازن في الموضوع. دكتورة معنا الاخ ابو عبد الله، اخوي ابو عبد الله صباح الخير. حياك الله استاذ عبد الله، كيف الحال؟ الله يحييك ويبارك فيك، شاكرين تواصلك معنا برنامج صحة وسعادة. الله يحفظك، نشكرك، نشكر الفريق العمل، نشكر الدكتورة الضيفة. أنا طبعا عندي أول بنية وأول حمل لها، بس أسأل هل تنصح مثلا إذا كان الصيام مناسب، الآن بتخلص الثلاث وداخلة في الشهر الرابع، هل مثلها هذه يعني ينصح بالصيام؟ وإذا ينصح هل من الإفطار إلى السحور نظام تعدد الوجبات، أو مثلا الفطور اللي هو الممتاز والسحور الممتاز أو كذا؟ يعني بس نصائح. أمر آخر، نشكر القناة على اهتمامها بأمر الدين في موضوع توضيح الأمر المتعلق بالدين المتناسب مع الصحة، حتى من شوي أخبرونا أنه من يأخذ جرعة كورونا فهذا لا يفطر الصائم، هذا جميل من القناة. أخيرا أستاذ عبد الله، كنت اتصلت معكم أساس ولدي في 16 سنة وبحاجة للتطعيم قبل ما يسافر، الآن يتريى بس هذا الأمر، وأتمنى إن شاء الله أنك تكلمني، أتريى منك مكالمة. الله يحفظك، الله يطول بعمرك أبو عبد الله. نحن هنا عم حولتنا موضوعك على الجهة المعنية بهيئة الصحة بدبي، وبتابعها إن شاء الله وبتواصل وياك اليوم. والله أنا حائر، ما لو أعرف أي طريقة أوصل له، ماني قادر أوصل، حائر، والولد متوقف سفر على هذا الأمر. هاتي أبو عبد الله بتواصل معك إن شاء الله، وشاكرين تواصلك مرة ثانية برنامج صحة وسعادة. شكرا جزيلا دكتورة ذكاء، تفضلي. أبو عبد الله يسأل عن بعض الأمور بالنسبة للحمل وخلال يعني الفترة هاي بعد الثلاثة وأربع شهور، شو النصائح اللي تحبين توجهينها دكتورة؟ هلا هو بالعادة بعد ثلاث أشهر بيبقى الجسم الحامل أفضل من أي فترة ثانية، بيتأقلم مع الحمل، بتوقف موضوع الإقياءات والغثيان، ف ممكن هي إذا ما عندها أي مشاكل صحية من قبل، ما عندها سكري، ما عندها أي مشاكل صحية، ما عندها نظام أدوية معينة بتتبعه، تجرب نفسها بالصيام، يمكن يمرق الموضوع سهل، ما تتعب كتير، فإتس أوكي. فهو بيعتمد على جسم، بيختلف من شخص لتاني. أما إذا هي موضوع الصيام عم يسبب لها إرهاق، عم يسبب لها هبوط تعب،
فأكيد ما بننصح بالصيام، بس هي لازم تجرب نفسها وتشوف كيف هتمشي مع الصيام، مع أنه متوقع بهالفترة بعد الثلاث أو أربع أشهر يمشي الموضوع بسهولة يعني. بس مثل ما اتفقنا لازم تتبع بعض الخطوات اللي هي تعويض السوائل، عدم الإرهاق، الراحة، ساعات النوم المنتظمة نوعا ما يعني تأخذ قسط كافي من النوم والراحة، تكون حمية متوازنة وصحية ما نعتمد على نوع معين من الأكل نتفق تاني، هالأشياء هاي. فإن شاء الله بتقدر بتصوم، بس هي تجرب نفسها يوم يومين. لا، في حوامل بيمروا عليهم رمضان ممكن صوموا كل يوم، في حوامل تقول أنا ما بقدر أصوم كل يوم، ممكن صوم يوم أي يوم لا برتاح أكتر، فهو بيعتمد من شخص لتاني. بس في حالات مرضية معينة نحن بننصح فيها الحامل فعلا ما تصوم، لما بيكون عندها مثلا سكر حملي مش مضبوط على الحمية، عم تاخد أدوية كتير، فلازم تنتظم بوجبات الطعام وبالأدوية اللي عم تاخدها. مثلا عندها ارتفاع ضغط شديد، عندها أمراض قلبية مع الحمل، لازم تنتظم بأدويتها والصيام بيكون بشكل خطورة عليها. بس إذا هي جسمها صحي، عندها أي أمراض قبل الحمل، فالحمل موضوع قلت لك هي عملية فيزيولوجية طبيعية يعني، فممكن الحامل تتأقلم معه وتكمل صحيح. الصيام، فهي تشوف نفسها كيف. نعم أكيد دكتورة. طبعا جانب الأدوية وجانب أيضا الفيتامينات اللي تأخذها المرأة الحامل، يعني سواء قبل الحمل وأثناء الحمل وفي بعض الأدوية تأخذ يعني بعد الحمل، فأكيد طبعا دكتورة أنتوا عندكم برامج تثقيفية وتوعوية بالنسبة للمرأة الحامل بكيفية يعني انتظام أخذ الأدوية والفيتامينات بشكل دوري خلال أشهر الحمل. فلو نتحدث يعني بشكل خاص دكتورة في شهر رمضان، كيف يعني تنصحين المرأة الحامل في موضوع الاهتمام وأيضا يعني انتظام أخذ الأدوية والفيتامينات؟ تمام. لا، بشكل عام الفيتامينات هي يعني هي أدوية سبليمنت، يعني ما نحتاج ناخدها بساعة معينة بمثلا بتكرر معين، لا، فهي مو مشكلة، ممكن تأخذ المريضة مرة الصبح، مرة تانية المساء، مرة الظهر، فما في مشكلة على الفيتامينات بشكل عام. فإحنا مثلا إذا هي عم تأخذ ثلاث أنواع، مثلا الحديد والكالسيوم والفيتامين دي، فعندها ثلاث أنواع لازم تأخذهم، ممكن تأخذهم بعد الإفطار بفاصل ساعتين أو ثلاثة، فما في مشكلة. مش زي مثلا الأنتيبيوتيك، لا نحن كل 8 ساعات لازم ناخد الأنتيبيوتيك، لا، ما هي فيتامينات، فممكن هي ترتب أمورها بشغلة الفيتامينات تاخدها بعد الإفطار بالطريقة اللي بتريحها. بس بيفضل إنه بخصوص مثلا الحديد والكالسيوم هدول ما يتاخدوا مع بعض، يكون في بيناتهم ساعتين أو ثلاثة. غير هيك هي ممكن ترتب الفيتامينات اللي عندها والأشياء بالطريقة اللي بترتاح فيها. بس إذا كان عندها أدوية معينة لازم تتاخد بوقت معين، هي لازم ندرسها. أهم شيء قلت لك أدوية السكري، فهي إذا عم تاخد أكثر من مرة باليوم لازم ندرس نظامها الغذائي، لازم نراقب السكر عندها، يا هل ترى بتمرق عليها ساعات بترعب عندها السكر، أو مثلا بعد الإفطار عم يرتفع عندها السكر بشكل مفاجئ، فممكن نحن نعدل بنظام الأدوية اللي عم تاخدها، أو ممكن حتى نقلها أنه أنت صعب عليك الصيام، السكر كتير عم بيتخربط عندك. فهي الأشياء بتعتمد من مريضة لمريضة، بس بشكل عام المريضة اللي بس عم تاخذ فيتامينات ممكن تكمل عليهم بعد الإفطار بالطريقة اللي بتلاقيها هي مناسبة، يعني ما في مشكلة عليهم الفيتامينات. بس الحديد والكالسيوم مثل ما قلنا هدول ما بيتاخذوا مع بعض، بتخلي بيناتهم فاصل شي ساعتين أو ثلاثة. صحيح. هذا هو. نعم، ونحن أيضا دكتورة دائما يعني ننصح بأي شخص يعني إذا يعني فكر إنه يأخذ أي نوع من المكملات الغذائية والفيتامينات، ينصح دائما سواء يعني المرأة الحامل، طبعا أكيد يعني تم يعني استشارة الطبيب، ولكن بشكل عام دائما نحن ننصح الشخص اللي يحب إنه يأخذ مكملات الغذائية لابد إنه يستشير خبير التغذية وخبيرة التغذية على أساس إنه يتأكد من الجرعات، لأن حتى لو هي دكتورة يعني فيتامينات ومكملات غذائية أخذها بشكل مفرط وبشكل غير صحيح وبكميات ممكن تكون غير صحيحة، أكيد بيكون لها أضرار على الصحة العامة للإنسان. وإذا نحن تجاهلناها وكانت ضرورية للجسم كمان بتسبب نقص، بالإضافة لموضوع الصيام ويمكن شوي نقص الأكل، فلازم ناخدها باعتدال يعني هاي الأدوية. بس نحن بنكون فليكسبل بالوقت فيها، ما مشكلة يعني، هي إذا كانت فعلا لازم ناخدها بس ناخدها بطريقة بتريحنا، يعني الفيتامينات والهاي ما بتحتاج وقت معين أو ساعة معينة ناخدها فيها. صحيح. دكتورة عندنا سؤال من أحد الأخوات أتوقع يعني عن طريق التواصل، هل هناك أي يعني أعراض ممكن تتوقعها المرأة الحامل أثناء يعني فترة الصيام، وكيف ممكن تتجنب يعني هاي الأعراض؟ هلا طبعا هي الحامل معرضة للتعب والإرهاق أو الهبوط أكثر من غيرها،
فبدها تتلافى الأشياء اللي ممكن تجهدها، يعني مثلا إذا هي امرأة عاملة ممكن تكون الديوتي عندها أقل بشهر رمضان، إذا هي مثلا بتطلع بتسوق لمسافة طويلة لازم ترتاح من هذا الموضوع لأن هي معرضة أكثر من غيرها للتعب للإرهاق وإنه ما تقدر تكمل صيامها. فهو الموضوع بيختلف من شخص لتاني حسب بنيته حسب قوته حسب لياقته الصحية قبل الصيام وقبل الحمل، فالموضوع بيختلف. فما في شيء محدد، يعني هو كل مريضة هي تشوف نفسها كيف، بس بشكل عام نخفف من ساعات العمل إذا بنقدر، نخفف من مثلا من سوالف إذا ساعات طويلة، تعرض للشمس إذا الجو حار، هالأشياء هاي. نعم نرجع دكتورة، وأيضا يعني نذكر دائما يعني متابعة المواعيد ومتابعة المواعيد مع الفريق الطبي المعالج مهمة جدا. احنا دائما نقول اي شخص يعني كان مصاب باي نوع من الامراض يعني المزمنة لابد ان يحط بعين الاعتبار بان زياراته الدورية ليس فقط مع الطبيب وانما مع الفريق الطبي المتكامل هو ضروري جدا، وذلك للمنع يعني الاصابة بمضاعفات قد تكون نتيجة الاهمال. فلو دكتورة يعني اذا حدثت مبكر، نعم لو نتكلم في هذا الجانب ونخص يعني المرأة الحامل. هلا نحن بنحاول الحوامل نشوفهم بفترات متقاربة أكثر بالأشهر الثلاثة الأخيرة، نفضل الحامل ما تروح عليها أي موعد بهاي الفترة لأني ممكن الجسم هيتغير من أسبوع لأسبوع بالفترة الأخيرة من الحمل. هلا أحيانا بعض الحوامل بكون الوقت مش مناسب لهم، صعب يصحوا بكير ولا شيء، بس لازم نحاول جهدنا إحنا إذا عنا موعد نحاول نجي عند الدكتورة، لأن في أشياء يمكن هي ما تعتبرها مهمة أو بدأت معها وهي تعتبرها جزء من أعراض الحمل ولا شيء وما تعطيها الأهمية، بس لما بتجي عند الدكتورة وبتحكي لها هي ممكن توجهها أكثر إنه يا هل ترى هذا شيء طبيعي ممكن يصير بشكل طبيعي عند الحامل ولا هو لا يمكن بدأ يصير شيء غير طبيعي لازم نبعث عليه تحاليل نشوف شو المشكلة. فمهم كتير الالتزام بالمواعيد خاصة هلأ بالوقت الحالي. نعم. موضوع المواعيد وترتيبها مو بسهل، يعني المشافي دايما في علينا لود دايما هاي، فإحنا اللي عم تأجل موعدها صعب علينا نرجع نحصلها موعد ثاني، والحمل عم يمشي يعني إنه نعم. هلأ مثلا هي بالثامن إذا بدها تحصل موعد بآخر التاسع ما بقى في فايدة، فمفضل يعني قدر الإمكان يلتزموا بمواعيدهم بالوقت المحدد. نعم. دكتورة ذكاء أحمد محلول استشاري نساء وولادة بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. أيضا أنت بألف خير، شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، ومع موضوع المرأة الحامل والاستعداد للصيام مثل ما ذكرت الدكتورة بأنه ضروري جدا جدا الالتزام بجميع المواعيد الدورية، ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، واتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مواد ومعلومات علمية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع كان معي اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا المري، وفي الإخراج مخرجنا المتألق أستاذ نمر محمد، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.